ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا. معاكم ميرنا، يونيت ليدر في شركة ايفون. جايبه لكم النهارده نوع روج ليكويد من ايفون. المكونات بتاعته فيتامين اي وزبدة الشيا وزيت جوز الهند وزيت الافوكادو. طبعا الاربع مكونات دول حاجة كده طبيعية. جايبه لكم درجتين منه، درجة كورال شو وتاتي شارب. حلوة الدرجتين، حلوين جدا. النوع ده بصوا هو ثابت، هو في الاول مش بيبان ثابت، بس لما بيقعد حوالي 5 دقايق على الشفايف اللمعة هتروح وهيبان كأنه مات خالص. هجرب لكم الدرجتين. الدرجة الاولى يعني حلوة جدا، درجاته حلوة جدا. هحاول اسيب لكم باقي الدرجات بتاعته. درجاته كويسة جدا زي ما بقول لكم، يعني دي درجة منه ناعم ولمعة، بقى اللمعة دي بتروح فبيبقى ناعم كده على الشفايف، حلو جدا. دي الدرجة التانية اللي هي قلب على اورنج شوية، بس هي مش اورنج يا جماعة خالص، ده يعني انا بعتبرها اللي هي درجة من درجات النود بس اللي هي الفاتحة، فدرجة كويسة جدا. انا بحبها عموما في الروجات التانية فقلت اجربها قدامكم. شايفين الدرجة حلوة ازاي؟ الدرجتين بجد حلوين جدا، ينفعوا لأي بشرة، لأي لون بشرة طبعا، يعني حاجات كويسة جدا ودرجات حلوة. فعشان كده انا جبته وجربته قدامكم اهو. حتى لما بيتمسح انا بمسح بالجامد عموما، يعني هو لما بيتمسح شايفين برضو بيفضل اللون، برضو هيفضل اللون على الشفايف. ده كانت تجربتي للروج ده، وكانت فعلا تجربة حلوة جدا. ما تنسوش بقى تقولي رأيكم في الكومنتات لما تجربوه او لو جربتوه. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.